واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. جميل أن يكون بين الود، جميل أن يكون بين التسامح، وجميل أن يكون بين التصافح. أنتم أيضا أحبابنا وأهلنا وناسنا وجيراننا وأصدقائنا وأخوتنا، كلكم حبايبنا، وكنا نحبكم ونتمنى أن نصل إلى شيء من ذوقكم، ونتمنى أن نصل إلى شيء شخصيا إلى كل ما تحبون في هذا البرنامج أو في برامج أخرى. المرايا، شنو المرايا؟ كنا نقعمز قدام المرايا، وكنا نسوي فروحنا، ونعيش ذكريات جميلة معاها، ونتفكروا شنو عملنا في حياتنا من احنا صغيرين، ونمروا مع شريط الذكريات، ونفكروا في اللي كان، اللي كويس واللي مش كويس. المرايا هالمرة بقعمزوا قدامها مجموعة كبيرة منين؟ من نجوم في الفن، في الرياضة، في الأدب، في السياسة، في عالم المال، في الشهرة. بنحكم معهم في كثير من التفاصيل. التفاصيل هذه تكتشفوها معنا لما تتابعوا الحلقة. الكثير من المفاجآت، الكثير من الأشياء الطريفة، والكثير من الأشياء المستفزة من قبل المرايا. نكتشفوا من هو ضيفنا في هذه الحلقة. ها هو. ما كانتش شوارع بنغازي تعرف أن أحد أبنائها حيكون في المستقبل من الناس اللي حتكسب شهرة عن جدارة، وطريق نجاحه تكون محفورة بخطواته سنوات وسنوات. في ليلة من ليالي المدينة الهادية، تحديداً عام 1949، ولد رجل الأعمال حسني بي في عيلة صغيرة العدد، لكن الأحلام اللي انولدت معاه كانت كبيرة. حسني يعشق النجاح والمغامرة جداً، وسطر في سيرته تاريخ متقلب ومتغير بعض الشيء. هلبا ناس تشوف فيه إنسان جدلي بآرائه ومواقفه في الحياة العامة. من طفل صغير يلعب الكرة في شوارع رباية الدايح، إلى حسني بي الرجل المشهور واللي لم تخلو حياته من التحديات والصعوبات والنجاحات أيضاً. ولكل من هذه الذكريات حكاية أو قصة غير ظاهرة للأيام. مرايتنا اليوم حتعكس جزء لباس بيه من شخصيته، نجاحه وإنسانيته، ورح تبرز لنا كيف تجاوز حسني الأوقات الصعبة، وكيف أن مصطلح الهزيمة مشطوب نهائياً من قاموس الحياة ومفهومها بالنسبة لي. المرايا تعرف كويس أن معطيات الزمن تتغير، لكن صاحب القصة حقيقة لا تتغير. أكيد عرفتوا من هو اللي كان مقعمز قدام المرايا. أكيد حيكون معاه الكثير من الحكايات وكثير من التفاصيل، كثير من الأشياء اللي تحبوها. خلونا نرحبوا به الأستاذ حسني بي. يا أهلا بشباب. يا هلا. تفضل. شكرا شباب. أكثر. أهلا بك أستاذ حسني. أهلا أهلا وسهلا. جميلة المرايا. مقدمة روعة. والصور بصراحة ذكريات. نعم. احنا شفنا انك لابس اشياء شبابية، معناها انت جاهز لانك كنت مقعمز قدام المرايا. القميص والبنطلون. في الواقع انت اللي يلبس شبابي. يعني انك مقعمز قدام المرايا. طبعا انا لابس البدلة ورسمي، انا خارج المرايا. ارحب بك في المرايا. اهلا وسهلا وشكرا وفرصة سعيدة. مالكش في البرامج السياسية والحوارية الاخرى، استعد يعني. مش أنا ولكنها المرايا. المرايا هم الشعب. إذن أنت جالس قدام المرايا والشعب يقيم هذه الجلسة. شنو فيها باعتبارك أنت مالكش ملك نفسك، أنت ملك الناس. ملك أهلي وملك وطني وملك الناس. جميل جميل. خلينا نعود لأيام الطفولة. نعود وأنت تلعب مع الصغار. هل أنت كان لعبك زيهم في الشارع؟ تبع فيهم؟
كنت شقي، كنت مراوغ، كنت عندك نظرة وخزرة هيك تختلف عن الأطفال الثانيين. كيف كان الطفل حسني بي؟ خليني نقول لك أن الأمانة لو في واحد وهو صغير كان جاهل كنت أنا. جاهل؟ لأن أنا عدت الصف الأول والصف الثالث ابتدائي ثلاث مرات. ما أعتقدش أن في حد على الصف الأول والثالث ابتدائي. ولكن نعم كنت كان عندي يعني مشاغب من ناحية، ولكن كذلك من مسالم من ناحية تانية، وهو طبعي، لأن أنا طبعي يتمثل في طبع برج العقرب. فبرج العقرب تلسع يعني؟ نعم نلدع. كم ضربت واحد وانت صغير؟ أوه وجدين كان يعني لما نبون نتكلم معتها. ما ذكرش حد من أصدقائك اللي موجودين الآن أنك أنت زمان ضربته؟ نديم خوري. نديم خوري؟ نديم خوري نعم. طريحة كويسة ولا؟ ست سنوات. طريحة كويسة ولا على الماشي يعني؟ دم. ما رجحهاش ليك؟ لا. سامحك؟ ما سامحنيش، لكن أعتقد لأنه هو غادر ليبيا وما عادش قدر ياخذ تار مني. بس جميل التسامح، جميل التسامح أن نكون متسامحين مع بعضنا. يعني التسامح أكيد جميل، ولكن في حاجات يصعب عليها أنك أنت تسامح. لا، من أجل من أجل ولكن من أجل بلدك، من أجل ناسك، من أجل هلك، من أجل جيرانك. ولكن ممكن يعني الحمد لله ربي أعطانا موهبة النسيان. أيوة. فهذا ننسو أكثر من أن نسامح. بس احنا مهم. بس احنا كناس مع بعضنا وكأصدقاء كليبيين عموما نحبوا مفردة التسامح، أن يكون بيننا التسامح رغم الخجل أحيانا اللي صاحبنا اتجاه هذه المفردة. بالفعل هو في الآخر بكل نحن لازم نسامح بين بعضنا، لأن نحن كلنا غلطنا في بعضنا. إذا نحن أنت حضرتك ما نبوش نخشوا في السياسة. ولكن لا، هو مالش علاقة بالسياسة. لا علاقة بالسياسة. لا 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 مالش علاقة بالسياسة. التسامح يعني أنا نسامحك وتسامحني، نزورك في بيتك وتزورني، نتلاقوا في العمل في المقهى، ما نحملوش حقاد على بعضنا فقط. يعني بطبيعتنا نحن كليبيين يعني. أيوة. نسامح بسرعة. بالضبط. نطلب فقط بس من الطرف اللي هو مرات نعتقد انه هو خاطي. أيه. مرات ما يكونش حتى خاطي. أيه. ولكن يعني نطلب نحن السماح، يا هو يطلب السماح منا. ايوه، والسماح يتم في كيف ما تقولوا تغميره، وتكون مصالحه جميله وطنيه بين كل الناس. ما فيش شك، وهذا اللي نتمنى. وليش قلنا مصالحه وطنيه؟ لان تحمل اسم الوطن. ما فيش شك ان طبعا اللي نحن فيه اليوم هو ضروره التسامح. مش حنبنوا بلد الا من خلال التسامح الواحد للاخر والليبيين كلهم بين بعضهم. الليبي لما يجلس قدام المرايه يسال هذا السؤال، يقول لمتى بنستمر هيك وهو قدام المرايه؟ واتمنى كل واحد يجلس قدام المرايه ويسال السؤال هذا، يعني بكره، بعد عام، بعد 20 عام، بعد 30 عام. بس لازم نقطع هذه السنين وهذه الايام ونخلوا المصالحه تكون بكري، خلوا الوئام، وخلوا بلادنا ترتقي مثل بلدان العالم. يعني شنو ينقصنا؟ يعني وين المشكله؟ يعني هو لو ليش نطول في الخيط؟ ليش نودروا الإبرة؟ هو لو نجو نشوفوا للمقاومات الحقيقية، المقاومات للسماح وللتسامح ولل يعني كلها متوفرة في ليبيا. نعم. اليوم نحن ما فيش بيننا شيء، نحن دولة واقعيا شعب مدني، بالرغم أن الكثيرين يحاولوا أن يصفونا بأننا نحن قبليين وبأننا نحن منحازين وبأننا نحن متجاذبين، ولكن في الواقع تلقى في نفس الحوش أراء تختلف، وهذا دليل إن دل على شيء فهو يدل على مدنية المواطن الليبي. بالرغم أن نحن نحاول بكل جهد أن ننسب أنفسنا للقبيلة وللعشيرة وللمدينة ولل حتى مرات مش حتى الحزب، لكن نلاقي اليوم في كل حوش ليبي، حتى لو نحن في المراية كيف ما قاعد تقول، في بيتي، في بيتك، في بيت أي واحد ليبي تلقى فيه نوع من الاختلاف والانقسام. والاختلاف في الآخر بكل هو شيء صحي لازم، لأن من خلال الاختلاف نحن نقدروا ننمو ونستمر في الطريق الصحيح. ما زلنا مع حسني بي في بنغازي، وأنت قريت في المدارس الإيطالية، شني أكثر الصور، أكثر اللقطات، أكثر المواقف اللي ما زالت في ذاكرتك من ذاك الزمن؟ أكثر واحدة نتذكر لما في ثالثة ابتدائي قالوا لي أنك أنت ساقط، خديت الورقة نتاع السقوط نتاعي وشاركتها قدام مدير المدرسة،
فطردوني من المدرسة. مدير مدرسة إيطالي؟ مدير مدرسة إيطالي نعم. أيوة. فطردوني من المدرسة. فكانت هذه الكاهي يعني تحويلة في الحياة، إن لما روحت الحوش انضربت طريحة، وكانت طريحة تربش القبور كيف بيقولوا. فمنها تعلمت إن ما عادش ندير شيء من هذا النوع. وتأسف الوالد وتأسفت أنا، وردوني أخرى المدرسة. رديت؟ ردوني نعم. ونجحت؟ بعدها بقى دائما الحمد لله دائما ناجح. تذكرش اسم المعلم؟ أندريا، فراتيلا أندريا. قريت الإيطالية؟ طبعا كلها الدراسة متاعي أنا الابتدائية والثانوية والإعدادية كانت كلها باللغة الإيطالية. هذه الصورة قدامك الآن؟ هذه قدام المدرسة. نعم. قدام المدرسة؟ هذه قدام المدرسة. هذا كان الصف نتاعنا، كان بنات وشباب. تذكرش حد من الأسماء اللي قدامك في الصورة؟ نتذكر، معلش أنا ما نقدر نشوف من بعيد. أيه. لكن استعمل المرايا. نتذكر شو اسمه أندرو ستابرت. أيوة. غادي إنجليزي. شنو اسم المدرسة هذه؟ دالاسالي. لاسالي. أيوة. لاسالي بنغازي. ما فيهاش من الأسماء المشهورة الآن الصورة هذه الآن، ولا كلهم الآن كبار بالسن؟ لا كلهم يعني كلهم. في اللي انتقلوا رحمة الله؟ في منهم اللي انتقل رحمة الله. أيوة. في منهم ليبيين طبعا، في منهم مالطية، في منهم يونانيين، في منهم ليبيين يهود. يعني كانت تضم كل الجنسيات أو أقرب؟ كانت تضم كل الجنسيات. تضم كل الجنسيات نعم. كويس. شين قريت وشين المواد تقروا فيها؟ تقروا مثلا عربي، تقروا إيطالي، تقروا موسيقى؟ هو السبب ليش حولوني للمدرسة الطليانية أساسا. أيه. لأن في المدرسة العربية كانوا يضربوا، وأنا قلت لك كنت غبي عمري 6 سنوات، كنت غبي جدا، فكنت ناكل في طرائح كل يوم. فنقل للمدرسة الإيطالية وبدأت في المدرسة الإيطالية. لكن حتى في المدرسة الإيطالية ما نفعتش واجد. لكن اللغة العربية طبعا كان عندنا فقط حصة في الأسبوع، والدين كان عندنا حصة في الأسبوع، وباقي كل المواد كانت باللغة الإيطالية. باللغة الإيطالية. ولكن الأمانة يعني كانت مدرسة نموذجية. نموذجية. وشكرهم هم لما هو اليوم أنا، من ناحية الثقافة، من ناحية القبول، من ناحية قبول الرأي الآخر المختلف، حتى اللي يقذف، حتى اللي يشتم. لعبت كورة في المدرسة؟ لعبت كورة، ولكن برضو حتى الكورة كنت نلعب. آي الصورة. كنت نلعب. نعم. تاني واحد على الشمال في الواقفين. نعم كنت في فريق المدرسة. كنت تلعب ولا مجاملة يجاملوا فيك؟ لا كنت نلعب. تلعب كويس؟ كنت نلعب. مش كويس، ولكن هون نحاول ان ندفع. شنو كان مركزك في الملعب؟ كنت دفاع. دفاع. كنت دفاع. ايوه. لان كنت ثقيل شويه بالنسبه يعني حجمي كان اكبر من حجم المهاجمين. المهاجمين كانوا الشباب اللي في الجالسين. الله يرحمهم يعني توا واجدين منهم، خذا ربي امنت. صورة أيضا لها علاقة بالتكريم تقريبا، هذه احكي لنا عنها. هذه أعتقد كانت القرعة أعتقد. لا هذه بيكون نهاية الدوري المدرسي. نهاية الدوري. نهاية الدوري نعم. كنتوا مثلا يعني كيف ما تشوفني أنا من دفاع، بعطيه اللي عرفوني ما نلعبش كويس فحطوني بورتيري يعني حارس مرمى. أنا لابس الحارس المرمى. بس كنت حارس كويس ولا كانت الأجواء؟ لا الحارس لا كان ممتاز. أيوة. الحارس كان ممتاز. أيوة. كويس. أنت لما كنت تلعب وأنت صغير أكيد لما كبرت الهواية هذه كبرت معك. هو بديت تحب الكورة، تفرج على الكورة، تفرج على أندية، تشجع في أندية، تحب لاعبين والله ما فيش. الواقع الوالد كان رئيس نادي النجمة بنغازي. فكان لما
يخسر الفريق يجوا يغنوا قدام حوشنا اثنين بشيع حسني باي. ولما يفوز الفريق الحوش عزالة ان انا وخالي كنا اهلويين ما كناش نجميين. ف نعم يعني كنت حاضر بقوه في الكوره وفي الانديه انديه بنغازي بالذات. هذه صورة أخرى أيضا؟ هذه صورة كذلك. هذا أي نادي هذا؟ لا هذا في المدرسة نفس في المدرسة برضو. فريقين في المدرسة بس كبار نشوف فيها الصورة هذه. العمر كبير يعني. هذه في الثانوية ولا؟ عمرنا في الثانوي 14-15 سنة. ثانوي ولا إعدادي هذه؟ هنا كانت ثانوي أو ولا ثانوي؟ آخر ثالث إعدادي. ثالث إعدادي. نعم. انت كنت في حراسة المرمى بس يعني والله الاول قلت لك كنت مدافع وبعدين شافوا انه ما ينفعش فحطوني حارس مرمى. حارس مرمى بس يعني بس هذا ملعب كويس. من الرياضيين الان اللي مثلا عندك بهم علاقه النادي اللي تشجع فيه الان وربما حتى تدعم فيه ماديا؟ الامانه لا ما ندفع ما ندعمش ماديا اي نشاطات رياضيه جماعيه لكن نشاطات فردية ندعم. كيف فسر لي النشاطات الفردية شنو يعني؟ نشاطات فردية يعني واحد يلعب تنس واحد يلعب ملاكمة لكن جماعية ما دعمتش؟ لا لأن أولا التكاليف عالية جدا. بخيل أنت في هذا الموضوع؟ ما هوش موضوع بخل قد أن ما عندناش ميزانية ممكن أن نواجه. بس رجال الأعمال يدعموا في عندي كبيرة. هذا كم رجال أعمال؟ أنا من رجال أعمال أنا حسني بي بس. رسبت في المدرسة وما كنتش كويس تقرأ لكن تخصصت في الاقتصاد والاقتصاد له علاقة بالأرقام. هذا في مفارقة غريبة هنا. اليوم نقدر نلقى لها تفسير. وقتها ما كناش نقدر نقول لها تفسير. يعني نحن أو كل الشعوب بالماضي أو كل المدارس بالماضي كانت تتعلم الناس كيف يبقوا عمال. ما عمراش علمت الناس كيف يبقوا رجال أعمال. فبالتالي كانوا دائما يعودوهم أنهم يحفظوا. وأنا مشكلتي ما نحفظش. مشكلتي أنا كل شيء نشوفه من ناحية المنطق من ناحية الضرب التقسيم الجبر الرؤية هيك لكن ما نحفظش يعني ما تقوليش والله خد هذاهي واحفظها خد هالقصيدة واحفظها ما نقدرش. لكن لما تقولي والله نبو نديروا طريق نقدر نقول لك هالطريق كم تكلف من غير ما ناخذ حتى على حاسبة. فهذا هو اللي الفرق ان لقيت نفسي بعد الثالثة الرابعة ابتدائي ان توجيهي ما هوش ادبي ولكن توجيهي علمي. وبقيت بناء عليه المدرسين في ذاك الوقت فهموا وين القوة نتاعي ومشوني وين ما كان المواد اللي انا كنت. يعني انت دخولك للاقتصاد كان شغف ولا صدفة؟ اعتقد كانت في طبيعتي نقدر نقول في طبيعتي. لكن انا كنت عيل صغير مثلا يعني اول ما تخرجت كابتن بحري. ف كنا نتفرج على احتفالات 24 ديسمبر في الكورنيش في بنغازي وشفت البحريه كيف لابسين اللبس الابيض والجميل وهذاي. فكان عمري بركي 6-7 سنوات. ابويا كان هو اللي ماسكني بيدي. فقلت له يا ابويا قال لي شنو؟ قلت له انا نبي نبقى كيف هضوم. وبالفعل من هذاك الوقت عمري 6-7 سنوات يعني اولى ثانيه تحقق الحلم يعني. الحلم تحقق. الحلم تحقق يعني هذا كان هدف وتحقق. لكن فجاه لما كملت الحلم وحققت الهدف لقيت انه مش هو اللي نبيه. ما هوش الشيء اللي نبيه. ما نبيش نعيش في دار مسكره على باخره تبحر على طياره تطير في أعالي بحار وتسمع موسيقى. ما كانش طبيعي. فبعد ما درت التدريب الأول قلت لا هذا مش ليا. مش ليا. لا هذا مش ليا. الطيارة أجمل يعني. أعتقد نفس الشيء بالرغم إنه أقصر ولكن أعتقد. يعني أنت فيها. يعني نقدر نقوله إن
تغيرت جذريا يعني حاولت اولا للوجستيه بقيت نشتغل لوجستية يعني اشتغلت في مارسيل بريغا من بعد تخرجي من ربان برغم يعني لما تخرجت كربان تخرجت الاول على ايطاليا يعني تخرجت الاول على ايطاليا وقتها كان ما تسمى بالثورة الطلابية في أوروبا فكنت يعني بالرغم أني ليبي ولكن كنت طيب حسني بي شنو الأشياء اللي اعتمدت عليها ومارستها حتى أصبحت شخص ناجح عدم الملل الاستمرارية طول ساعات العمل يعني اكسباتك هذه حاجات ممارسات كثيرة النجاح يعني ممارسات وكذلك التحديات يعني تحديات الحياة صعوبة الحياة يعني انا عشت 5 سنوات في خارج ليبيا بعيد عن الاهل في ايطاليا في الغربة شين كان احساسك في الغربة كيف كانت احساسك في الغربة نقول لك يعني بالاول كان نوع من شبه اندماج كامل اندماج كامل ما كانش نحس في أي فرق لغاية ما صارت صدمة 67 أنا كنت ندرس في إيطاليا صارت 67 لما صارت 67 حسيت أن فيه صراع حضارات ثقافات سموها اللي بنسموها فحسيت أني لا أنا ما نش من هالناس أنا من ناس آخرين فهذه خلتني أني أنا نبي نثبت نفسي أكثر وأكثر وهذا ليش حطيت كل جهدي باش نطلع الأول على إيطاليا كلها في عام تخرجي عام 70 كويس يعني أنت في هذه الرحلة وأنت جالس قدام المراية وتعود للذكريات أكيد تعبت في حياتك أكيد في ناس تحداتك أكيد في ناس ظلماتك ولكن كان عندك ربما مثل قدامك تقتدي به تحاول أنك تعوض هذا الضعف هذا الهوان أو هذه الممارسة اللي ما كانتش محببة لك يعني الحياة كلها تحديات يعني الأمانة إذا ما فيش سوء ما فيش خير إذا ما فيش فشل ما فيش نجاح إذا ما فيش تعثر ما فيش جري بوك شن كان في هذه الخصوصية يعني الوالد طبعا شخص ما الله يرحمه توفى في عام 93 الله يرحمه كان طموح جدا كان يعني يحب العمل كان يشتغل قريب 16 17 18 ساعة في اليوم كان تعلمت منه هذه الأشياء أنت؟ إيه تعلمت منه الكثير تعلمت منه الكثير وتعلمت منه العناد تعلمت منه أن إذا نبي نوصل شيء لازم نوصل يعني مش حنوقف لأن حد حاول أنه هو يحود بيني وبين الهدف اللي أنا نبي يعني إحنا كان الوالد وقتها يعني ما ننسوش أن ليبيا كان من أفقر دول تاني أفقر دولة في العالم والنفط طلع في 57-58 الوالد كان من أوائل من دخلوا في الخدمات النفطية وكان أول من تحدى شركة إسو في هذاك الوقت يعني هو أول من قاضى شركة إسو في سيادة الليبية على منطقة البريغا شين كان عمله؟ الوالد كان لوجستية كل لوجستية الوالد يعني أو شركة الوالد الله يرحمه هي من قامت بأول خط أنابيب نفطي في ليبيا زلطن البريغا شنو اسمها الشركة؟ إبراهيم حسني بي كان اسمه إبراهيم حسني بي هو من قام بأول خط أنابيب أول خط أنابيب في ليبيا على مستوى ليبيا زلطن البريغا كان هو اللي كان على خط أنابيب نتاع البي بي الخليج اليوم من طبرق إلى طبرق نفس الخط نتاع من منطقة زلة
الاوكسيدنتال زل الاسود وخطوط اخرى. يعني كان هو من اوائل اللي خشوا المجال هذا، كان ما نشوفوش بالشهور، بالرغم انه كان هو ينتقل من البريغا لطبرق ويمر على بنغازي، ولكن ما كانش يجي للحوش، كان يمشي دغري للشغل. كيف علاقته بالوالده؟ كيف علاقتكم انتم بالوالده؟ ايهما اكثر علاقه، انتم مع الوالده ولا مع الوالد؟ دائما الاولاد والبنات مع امهم. ايوه، فكنا دائما حتى لما يتعاركوا كنا دائما نقف مع امنا، الله يرحمهم الاثنين اليوم. الله يرحمهم. الوالده يعني الوالده كانت تعوض غياب الوالد؟ كثيرا يعني. الوالده كانت متعلمه، كانت حتى كانت معلمه في زمانها، وتجوزت الوالد وهي صغيره، وكانت هي اللي مشرفه علينا في غياب الوالد، لان 80% من وقت الوالد كان خارج البيت. حنحكوا على الناجحين في العالم، حنحكوا على انتمائهم لبعض الانديه، حنحكوا على بعض التفاصيل لما كبرت، لكن خلينا نمشوا لفاصل ثم نعود. فاصل ثم نعود. من سلام عليكم السلام، عدنا من جديد بعد الفاصل إلى المراية. ضيفنا الأستاذ حسني بي. أستاذ حسني، إحنا قبل الفاصل كنا نحكو على رجال الأعمال مثل مارك بيل جيتس، هذه الشخصيات وغيرها من الشخصيات الكثيرة صاحبة المال وصاحبة الشهرة، يعني ما كانوش مجرد رجال أعمال بس، يعني كانوا يقدموا في قائمة مثلا كل سنة بعشر كتب قروها، كان يدعو مثلا في مؤسسات خدمية ومؤسسات إنسانية تتعلق بالإيتام، تتعلق بذوي الدخل المحدود. حسني بي هل يتقاسى مع هؤلاء في شيء معين؟ مثلا هل يقدم قائمة كتب قراها؟ هل يقدم شيء لمجتمع مثلا دور فعال؟ كيف نرى حسني بي إلى جانب هؤلاء رجال الأعمال؟ طبعا يعني انا من حسن حظي ولدت في ليبيا، وهم ولدوا في الامم المتحده الامريكيه. بس انت عندك فلوس وهم عندهم فلوس. كل مش كل الفلوس كبعضها، ولكن عموما هو ما هم دولار وانت ليبي يعني. هم دولار يمشي ب 14 جنيه. لكن يعني نقدر نقول ان في حدود امكانياتنا، في حدود قدراتنا، انساهم بكل ما نقدر انساهم به، ولكن لا يقارن ب رجال عظمة كيف بيل جيتس وغيره. يعني سوقهم أكبر من سوق نبواجد، هم كانوا ناس مبتكرين لمنظومات نجحت من لا شيء، من $10,000 بقول يوم عندهم ثروة تفوق احتياطيات ليبيا وتفوق الانتاج الليبي النفطي لمدة 3 سنوات، فبالتالي المقارنات بعيدة جدا. بس يعني هم كانوا يقروا في كتب، كانوا يطلعوا يعني بالإضافة لابتكاراتهم زي ما قلت، لكن كانوا يقروا. حسني يقرأ يطلع نقرأ، لكن أغلب قراءاتي يعني قراءات الأوتوبيوغرافي، يعني السيرات الذاتية لكل زي سيرة من مثلا؟ زي سيرة من اللي قريتها مثلا؟ السيرة الذاتية، سيرة حياتي للكاتب الليبي الدكتور البوري، وهبي البوري. وهبي البوري كان كتاب أول رائع، كتاب رائع بسيط، يحكي ويحاكي مشاكلنا اللي نحن عايشينها اليوم. قريت كذلك طبعا كارل ماركس، لأن البني آدم في الحياة يتطور من أناني أو رسمالي صغير جدا، ونحن صغار دائما رسمالية لأننا نبو كل شيء، لأن نحن
إلى بعتيلي مرحلة الشباب يبقى تطرف يساري شيوعي ومرت بها حتى أنا الاشتراكية، وبعتيلي إيش ما يكبر لما يفوت 40 سنة يرجع من جديد أناني ورسمالي، هل هو أنا هذه المرحلة انتهت. عندك علاقات ببعض المشاهير مثلا من كتاب أدباء فنانين؟ إلا الأدباء والفنانين أنا ما تحكينيش عليهم، لأن قلت لك الحاجة الوحيدة اللي خشش راسي إلى القراءة لا يعني هذه طيب على مستوى فنانين كثير من رجال الأعمال عندهم علاقة مثلا بفنانين الأمانة بممثلين مشهورين الأمانة مطربين. يعني ما عنديش علاقات بمشاهير في مجال الفن على الإطلاق على الإطلاق، لا ليبيين ولا غير ليبيين، لا ليبيين ولا غير ليبيين. ممكن تدعمهم يديروا مسلسل مثلا، يديروا برنامج، يديروا مجموعة أغاني. هيك أنت تبي تحطني في تركينة ضيقة وما نعرفش كيف نطلع منها. لا لا لا, 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 لا بالعكس، يعني أنت لما تساهم في إنتاج هي مساهمة جميلة، مساهمة أدبية وثقافية وإنسانية. حتى يعني من جانب المتعة. يعني هو اليوم الأمانة أكثر تركيزنا على الإعانات الاجتماعية، على المشاكل اللي تواجه الليبيين اليوم، مشاكل كثيرة جدا، نحاول أن نحن نعمل ما ممكن أن نعمله. أنت عارف نحن في أزمة، نحن في أزمة في ليبيا، في انهيار شبه تام، رغم أن المقاومات في ليبيا الاقتصادية وهذا قوية جدا وممكن نطلعوا بي، بس رجال الأعمال ملام عليهم في 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 دمار وليس في أعمار. يعني معك ما نقدرش ننكر أن جزء أو جزء كبير من المسؤولية هي تقع على كل ليبي وبالدرجة الأولى على رجال الأعمال. يعني بضاعة بالدولار ما جابوش بضاعة، بضاعة منتهية الصلاحية فيه. لا فيه يعني صار مآسي، يعني للأسف شديد، يعني كأنه واحد يطبع في فلوس وكأنها ورق حمام، يعني كان يجبد فيها جبد. يعني لما أنت تتكلم على فارق سعر بين سعر رسمي 1.40 جنيه وسعر سوق سوداء ب 15 جنيه و 14 جنيه، طبعا هذا كارثة. ولكن نبي نجي ونسأل حقيقة من هو المسؤول على هذه الكارثة؟ هل هو المحوكم الحكومة اللي هو صاحب القرار اللي كان ممكن يتفادى هذه الكارثة، أو من هو استفاد من هذه الكارثة؟ يعني الاستفادة حتكون دائما فيه ناس تستفيدين، لما أنت تحط صينية عسل قدامك وتسيبها أكيد حيجي حد. هل رجل الأعمال في ليبيا مازال عنده معنى بكثرة هذه الأهوال وهذه الأغوال اللي موجودة؟ هو رجل الأعمال في ليبيا كان دائما متهم، يعني ما ننسوش ما هوش شيء جديد الاتهام لرجل الأعمال، هي ثقافة بقت اتهام رجل الأعمال، لكن هل هو رجل أعمال حقا المتهم؟ أنا في اعتقادي لا، لأن لو أنت تعطيني حاجة بالبلاش وهي حقها ألماس، العتب على اللي عطى ولا على اللي خداه؟ أعتقد العتب على اللي عطى أكيد. يعني كان في عدم متابعته، مراقبته، بجديته. والدليل أن لما جو في الآخر بكر من حوالي سنة توا في شهر أكتوبر وفرضوا سعر الرسم على الدولار، مشاكل كثيرة انتهت، ومنها فرق سعر الدولار انتهى، باستثناء طبعا الحرب اللي نحن اليوم قائمة في طرابلس، هي بسبب فرق سعر الدولار ما بين حكومة في الغرب بجنيه واربعين قرش وحكومة في الشرق باربعة جنيه واربعين قرش. فنحن قلنا أن بوش نخش السياسة، لكن لا هو هذا جانب، هذا جانب اقتصادي. لكن الأمانة ضروري من توحيد سعر الصرف بيش نحن نتفادى هذه الحروب الوهمية لحروب اقتتال ما بين أخوة لا داعي لها. حسني بي، هل يراقب ما يستورد من بضاعة من بلد المنشأ، من الجودة، من التخزين، من وضع الأسعار عليها؟ أولا نحن مؤسسة، أنا شخصيا لم أوقع عقد ولم أوقع صك ولم أوقع اتفاق ولم أتابع عمل يومي منذ عام 1996. نحن مؤسسة فيها إدارات، فيها ناس مسؤولين،
الناس المسؤولين هذوما مصلحتهم مصلحة الشعب كله. نحن شن دورك أنت؟ دوري أنا بيع كلام. كلام بس؟ بيع كلام بس. الكلام يعني لما يجي يقولوا لي يعني أنت زي اللي ماسك الهواء بيديه يعني. بالنسبة لي أنا يعني لما يسألوني لما فيه مشروع جديد لما فيه صعوبة معينة يجوا يطلبوا استشارتي والله دعمي وإلا لكن يأخذوا بها ولا قبل كل شيء يعني هذه الاستشارة يعملوا بها ولا يقول كذا بيع كلام؟ لا أنا ما عمريش فرض استشارة على أي مدير لأن لو نبي نفرض استشارتي على المدير ما فيش داعي لوجود المدير أصلا. فالمدير هو اللي ينفذ أو يأخذ بالاستشارة أو لأنه هو اللي سأل في الآخر بكل اللي سأل يعني فبالتالي هو حر يعني نقدر نقول لك ان 60% من الاستشارات اللي يستشيروني فيها ما يمشوش بها واحسن شيء ان ما يمشوش بها لان بعدين لما يكون قرارهم خطا نقدر نلومهم عكسك حيلوموني انا على كل حال لكن دائما الاستشاره كانت منبثقه من روح ان هذه رايي ولكن دير اللي انت تراه مناسب ولكن الرؤيه العامه هو احترام القانون جميل. احترام المواصفات احترام المستهلك اللي باحترام المادة اللي نحن نتعامل فيها لأن نحن ما ناش تجار صفقات نحن تجار مادة طويل يعني نحن في السوق من الخمسينات وغير الفترة اللي هي صار فيها عملية الاشتراكية المتطرفة عندنا الباقي نحن كنا موجودين من ذاك الوقت يعني. جميل سؤال في هذا الظرف تطرح على السؤال من حقك تمتنع على الإجابة بس السؤال لازم تجاوب عليه صح إذا ما جاوبتش عليه أنا حنقول للمشاهدين على السؤال في نهاية الحلقة اللي أنت امتنعت عن إجابته تفضل مكتوب تفضل أفتح الظرف أنا هنقول لك حاجة واحدة ولا يمكن ما نجاوبش على أي سؤال فضل. مهما كان بس بدون مراوغة لا يبقى هذا السؤال خليني نقول لك اولا الثروه يبقى هذا السؤال الرحلوح في نهايه الحلقه من حق تمتنع عليه لا انا ارد عليك توا انا ارد عليك توا اجاوب عليه يعني اجاوب عليه اوكي اجاوب عليه بس حجاوب عليه بكل صدق يلا يا سيدي بكل صدق كم تقدر ثروة رجل الأعمال حسني بي؟ ماشي خليني نقول لك أولاً الثروة ما هي شمال أسأل جواب كما هو الثروة ما هو شمال الثروة أسأل حسني أعطيني الإجابة على السؤال والله بدون مقدمة والله العظيم والله العظيم ثلاثة ما عمري حسبتها والله العظيم ثلاثة تقريبياً نقص 10 مليون إذا تبي تأخذ في الاعتبار بما فيها ما عقاراتك شركاتك كله يعني على بعضه كلك على بعضه حلو خلينا نقولوا الخير والبركة لا لا طالما أنت اخترت الإجابة خلاص هذا دستور في المراية طالما أنت قلت نجاوب حتجاوب تقريبية 100 مليون 100 مليون دولار يعني بالعقارات نعم بالكثير 100 مليون دولار بالكثير مبروك عليك يا سيدي واعتبرهم هدية ليك واعتبرهم إن شاء الله تحطهم إن ينفعوا بس نتمنى إن شوية منهم لهالناس المحتاجة الناس الغلابة الناس اللي يشوفوا في حسني بي اللي عنده هذه الثروة واللي ربي أعطاك هذه الثروة حتى تحصل دعاء بعض الصالحين لأن الدعوة أحيانا أكثر من المال الله يبارك
يا سيدي شكرا على صراحتك على اتحال يعني. الله يسلمك. ورغم اني نقول اكثر من 100 مليون على اتحال يعني. يا ريت يا ريت. طيب حسني بي، كيف يكون مزاجه في العمل مع شركاء مع العاملين؟ هل هو صعب؟ هل هو قاسي؟ هل هو طيب؟ هل هو يشوف الحاجه لكن ظبطها ويدير في روحها مش ظبطها؟ شويه من كل حاجه. أه. لان لازم يكون فيه نوع من التوازن في كل شيء. لا يوجد المثالي في الحياة. لا يوجد المثال في أي بني آدم. كل بني آدم فيه ميزات وعنده عيوب، ونحن نكمل في بعضنا. نحن نشتغل كفريق، ما نشتغلش كفرد. يعني أنا أخ كبير لكل من يعمل معنا، وأغلب الناس اللي تشتغل معنا هم عندهم مصلحة أصلا في الشركة وعندهم مصلحة في العمل، ما همش مجرد موظفين او عمال عندنا. يعني نحن نعتبروهم جزء من العائله، من الاسره، وهذا سبب نجاحنا. وهذا كانت دائما سياسه الوالد الله يرحمه، كان دائما يعتبر في العامل صديقه والموظف رفيقه. يعني عندك صداقات داخل العمل انت مع العاملين؟ كلهم اصدقائي، كلهم اصدقائي، ولكن دائما فيه نوع من الحد ما بيننا. يعني نحن في الشغل كل واحد شغل، ولكن برا الشغل نحن اصدقاء ومناش رفاقة عمل. نتزاور، نتقابل، نضحك، نلعب، نبصر بصارة حتى متطرفة، ولكن لكن في العمل طبعا عمل. أهم شيء طبعا اللي نحن يهمنا هو الأداء، الإخلاص، الصدق، الإيجابيات في التعامل مع الزبائن، وبالدرجة الأولى اللي هو خدمة الزبون. أحد الناس اللي كانوا معاك في العمل، كان يخدم معاك في الشركة، جبناه قدام المراية، تكلم عن حسني بي، شنو قال؟ شنو هو الأشياء اللي تبعها من خلال وجوده معاك؟ تبعها أنت واسمع كلامه وبعدين عقبنا. أهم ميزة ممكن في حسني بي ما يعرفوهاش الناس التواضع. راجل متواضع، ما عندهاش رفعة الخشم، متعامل مع موظفين كلهم بجميع مستوياتهم بنفس الطريقة، بنفس الأسلوب، بنفس الاحترام. ما عندهاش الأنفة متاع مدير وهذا موظف صغير والكلام هذا، ما فيش، يخش يسلم، إنسان متواضع بشكل عام. يعني نتذكر أول ما اشتغلت في الشركة، يعني جديد، عارف أنت وضعك الموظف جديد وك، يعني ففي كم موقفك يعني حاجات في الهيكلية في طبيعة الشغل يعني. فجيت أنا قلت لأستاذ حسني، قلت لأني معرفة، قلت لأني جديد، أنا بنتكلم، لكن إن شاء الله ما تخشش بطيح السنم سمية فوق راسي، يعني ما يصيرش موضوع. قال لي لا وتكلم، وبعد ما تكلمنا فعلا وتقبل هو وتقبل كل كادر الإدارة أن الموضوع بروح طيبة، وجاني بعدها يضحك قال لي شني في حاجة طاحت عليك؟ قلت له لا، هذا من يعني من بدايتنا تحفزت أنه ما تخافش تكلم، يحفز الموظفين تكلم، ما تخافش مدامك في الحق ما تخافش، وصح ولا غلط حيتقبل منك وحيرد عليك بأسلوب كويس. يعني ما عنداش متاعت لا أنا يعني يا لا يعني كلمت، يعني لا يتناقش وياخذ ويعطي وما عنداش مشكلة مع الموظفين. هو طبيعته إنسان بشوش وهادي، من النادر إنك تشوفه متعفلك. يعني أنا ممكن 15 سنة مشتاش إلا مرتين ولا ثلاثة متعصب، يعني هذيك التعصيبة اللي نحكوا بها. تقدر تقول أكثر حاجة اللي تضايق فيه إنه ممكن حد يكون يشتغل معاه أو حاجة يطعن في ظهره أو يلعب عليه. يعني هو مأمن مثلا أو هكي، أنت تجيت تخونة ويعني حاط فيك الثقة والأمانة وأنت تخونة أو حاجة زي هذه. يعني هي عنده نقطة صفة فيه هو أني نحسد فيها شخصيا، مع أن الحسد ما هوش كويس. هو عنده وسعة بال غريبة، عنده وسعة بال، دي ما نقول له ما وسع بالك. يعني النقد اللي يتعرض له في مواقع التواصل الاجتماعي وفي حتى من سب وقذف، يعني واحد تاني ما يحطش نفسه ممكن في موقف هذا، بس يتقبل فيه بنفس طيبة ويرد بكل احترام.
يعني علاش؟ لانه يبي يوصل فكره، يبي عنده رساله يبي يوصلها، قاعد يتحمل ممكن في طعن وسب وحاجات مش مضبوطه على خاطر عنده رساله هذا اللي يبي يوصلها. اكيد قال الحقيقه ولا جمل؟ قال الحقيقة وقال حتى جزء العقرب فيه بالفعل. إن أنا عندي من هو هذا؟ أعتقد هشام. هشام الديب. هشام الديب كبر والله. والله معناك لك فترة ما شفتهاش أنت؟ لي أكثر من 15 سنة ما شفتهاش. ويخدم في شركاتك؟ يخدم في الشركة. بقول لك يعني أنا ما ليش علاقة بالعمل اليومي. ما نفرض الشيء، لكن في اتصال بالإيميل وبالهضاي، في اتصال بالتليفون، في اتصال، لكن ما شفتش إنك بره هالكبر والله. هالكبر يعني أنا أتذكر كان شاب صغير مثل ما شاء الله، يعني أصغر من الشباب اللي أنا معانا، لكن ما شاء الله. وكويس اللي جبت الاسم، لان لو نقول هضاي من هضاي زعمك توم يسألني شو نعرفش من هو هشام. كم عدد العاملين في شركاتك؟ إذا تأخذ كل الشركات في ليبيا في كل المجالات وهذا هي يتعدى 2500 واحد، لكن في منهم جزء كبير حتى مساهمين وعندهم مصلحة يعني في الشركات بطريقة أو أخرى. العلاقة معهم في المناسبات الاجتماعية مثلا، في التواصل، يعني في الأفراح وفي الأتراح، لما نكون موجود نمشي يعني بكل سرور. طبعا الخصم والغياب ما لكش علاقة بيه باعتبارك لا عندك من يقوم بهذه المسائل. لا ما عندناش علاقة، يعني أنا مكتبي في 5 أنفار، يعني إيه 5 أنفار أنا مكتبي، ما فيش أكثر من هذا. هو مدير أعمالي والسواق يشيل ويجيب الناس، الزوار، عندي شباب ما شاء الله عليهم يشتغلوا كل شيء، كله 5 أنفار. هذا هو كل يعني. قداش من الوقت تقعد في ليبيا وكم من الوقت تقعد في الخارج؟ بعد 2014 للأسف الشديد يعني أغلب وقتي خارج ليبيا. لكن قبل 2014 كان كل وقتي. العائلة والأولاد كلهم برا؟ توا، لكن قبل 2014. أجمل بلد تقيم فيها وين؟ بيروت لبنان. بيروت لبنان. إقامتي الرسمية في بيروت. جميلة بيروت. من أجمل. فيروز ووديع الصافي. جبران إيه. خليل جبران. اللبنانية بالدرجة الأولى، وثورتهم الجديدة دليل على ثقافتهم وعلى رقيهم. في رقي وفي حضارة. وعلى حضارتهم يعني. تحضر في حفلات في لبنان؟ أيام فيروز زمان نعم، لكن الفترة الأخيرة الأسف. شن تحب لي فيروز؟ نحب صوتها، نحب لا أداها، نحب المسرحيات نتاعها. شنو المسرحيات اللي حضرتها؟ والله الأمانة أغانيها شنو تحب من أغانيها؟ تو أنت قلت لك فكنا من موضوع. لا أنت تحب فيروز معنا. لابد نحبش الذاكرة. لابد قلت لك أي شيء. ما أنت تحب فيروز معناها لازم عندك ولو أغنية يعني حبيتك بالصيف، حبيتك بالشتاء مثلا، يعني لما تغنين كاين الذكرين. لكن أني أنا نطلعهن من يا مرسال المراسيل دخلك يا طير الوروار ما شاء الله. وانت حافظن كله. شن اسمه؟ وديع الصافي. على الله تعود. على الله تعود. على الله يا الله يا في ديار الله. على الله تعود. على الله يا الله في ديار الله. من بعدك انت يا غالي مليح. صوتي سيء غير الله. وبعتيلي بصراحة المطرب اللي أكثر كنت عاشقه هو مطرب عراقي. ناظم الغزالي. أي شيء في العيد يهدي إليك يا ملاكي. لا والله أنا اللي كانت تعجبني أكثر اللي تكلم على الشعر الأبيض. إيه. عيرتني بالشيبي وهو يقارو. عيرتني بالشيبي. يا ليت عيرتني بما هو عارو. عيرتني بما هو عارو. فنتذكر كان وقتها
المسجلات والديسكات علينا. كان عندي واحد وكنت صغير يعني، كان عمري بلكي. جميل المقام العراقي، المقام العراقي في الأغنية جميل، لون خاص جداً. يعني وكذا. فقلت لك كنت نمشي به دار النوم، نمشي به الحمام، نمشي بالكوجينة المسجل هذا ديما، وتسمع فيه الغزالي، وتسمع في ناظم الغزالي يلعب. لكن باش تقول لي حفظت اغاني؟ لا ما حفظتهمش برضو. نرجع تحفظ لي كاظم الساهر لماجد المهندس باعتبارهم عراقيين؟ لا الأمانة لا. هو وبس. تحفظ شعر؟ لا 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 شيء. الحفظ هذا ما عنديش. تحفظ فلوس؟ نحفظ، نعد، نعرف كيف نعد، نعرف كويس؟ نقول، نعرف كيف ان نوصل الى الـ الـ المليار، اي شيء. لا المليار ان شاء الله يعني، ليش لا. لكن الـ اكثر شيء، اي شيء فيه منطقيه، اي شيء فيه تفكير بمنطق، هذا هي نوصل له. لكن تقول لي احفظ بيت ولا احفظ شعر؟ عندي واحد صديقي يعني كل ما نتكلم انا وياه يقول لي بيت شعر. والله العظيم في الاربع شهور اللي فاتن قالها لي بلكي 700 مره، ما حفظتش. هو نفس البيت؟ نفس البيت. سبع شهور مش سبع شهور، اكثر ما حفظتش حتى كشفرة هيك، ما حفظتش ولا حتى هذا. ما فيش فايدة. كلمة سر ما حفظتهاش. ما فيش فايدة يعني، الدماغ مش معدة للحفظ. وهذا علاش بدري نحن تكلمنا على التعليم. وقلنا ان التعليم في الدول العربية وفي ليبيا يخرج رجال الأعمال، يخرج رجال الأعمال، ما يخرجش رجال الأعمال في التعليم في الدول الأخرى نقصد. لكن في ليبيا لا، في ليبيا يعني حتى الدول الأخرى مش كلها متقدمة يعني. في تحول، ولكن مازال في يخرج موظف عامل، موظف وعامل يعني، يخرج في موظف وعامل. والدليل هذا أن أي واحد من خريجين ليبيا أول شيء يدير يحط الملف تحت باطة ويتم يدور في عمل، يعني مش يعد يدير حاجة يطلع بيها جوتا بدون ما يلجأ للحكومة باش توظفه. فكلها المنظومة ضروري تتغير، منظومة التعليم. كويس. من تونس عن طريق مالطا إلى إيطاليا ضاع جواز السفر. لقيت روحك في إيطاليا من غير هوية. مظبوط. وتم ترحيلك من إيطاليا لعن تونس وبلا هوية. مظبوط. شو الحكاية؟ كان هراهي من تقريباً 6-7 شهور فاتت، كان في شهر مارس. كنت مسافر من تونس لمالطا عن طريق روما. حطيت الكرسي، حطيت الجواز مع بعض المستندات الأخرى في الكرسي الوصلي. لما جيت طالع بين علي خذيت المستندات ونسيت الجواز. وأنا في الصف طبعا ضربت إيدي على جاكا، حسيت أنه ما فيش الباسبور. تذكرت أني حطيته ممكن سيبته لما خذيت المستندات. مشيت دغري للإيطاليا، قلت لهم نسيت باسبوري. قالوا لي حنفتشو. قال لي ما لقيناش الباسبور. مشيت لمركز الشرطة اللي قبل الجوازات في مطار فيوميتشينو، وقفت على الشرطي أو المقدم والله اللي هو كان جالس، وقلت له بكل صراحة أنا ضيعت باسبوري. قال لي شن فيها مشكلة؟ أنت إيطالي بطاقة. بالبطاقة. طيب قلت له بس أنا ليبي. بس أنا قلت له ليبي، والراجل نط كأنه عفريت، كأن وقفت قدام عفريتة. وقفت بالفعل يعني، نط الراجل نط انفجع. قال لي وشن دوتك؟ قلت له باسبوري راح. قال لي كيف راح؟ راح نحزك ونحبسك وندير لك. قال شوف، لا بيني وبينك شنو؟ بيني وبينك قانون، القانون، وبيني وبينك انك تردني. بالضبط، ترحلني يعني. ترحلني. لما قرروا ان يطردوني من ايطاليا باعتبار اني جاي كمهاجر بدون وثيقة سفر، وعطوني الورقة، كلمت صديق في تونس اسمه محمد برقيقة. ايوه. ونضحك.
نطربق على روحي بالضحك لأن الموقف كان بالفعل مضحك مضحك. شن فيه يا أستاذ حسني؟ قلت له يا أستاذ حسني، قلت له اليوم جايك اليوم اللاجئ الملزوج اللاجئ اللاجئ يا حسني. شن صار؟ قلت له صار وصار وصار، دير هذا دير يا راجل خلاص. قلت له الورقة متاع الطرد في دي وراني جاي لتونس وتبي تدبر لي توا كيف تحجز لي من تونس لطرابلس، وتبي تدبر لي واسطة كيف نخش لتونس ونطلع من تونس بدون أي وثيقة بدون أي جواز. قال لي علينا ولا يهمك. قال له ولا يهمك هذه في ليبيا راك في تونس. قال علي الطلاق غير تعال بس. المهم وصلت لتونس، جوني على طول جماعة الأمن التونسي خدوني دروا لي ورقة أخرى. ما فيش كليبشة؟ لا 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 ما كانش في كليبشة، مع أن كان في واحد آخر عند كليبشة يستنى. كان في واحد آخر أفريقي كان يدير إلا كليبشة. خدوني حطوني استضافوني وبارك الله فيهم، وبعدها بساعتين باعتبار عرفوا الموضوع يعني ما فيش تزييف ولا في تزوير ولا يعني حاجة. الأمانة كان عن طريق الأمن، كان دبروه عن طريق الأمن. وخذيت أول رحلة لطرابلس لطرابلس، وكانت على الأجنحة كانت في موعدها، وكان استقبال ممتاز جدا لأن كان حتى الخوف في طرابلس أنك أنت توصل بدون أي هوية ومطرود. بس انت متعود، انت البارح الشنطه بتاعك ريحتها برضه. الشنطه بتاعي استركتها ورايا وتاخرت الرحله تاخرت الرحله اللي بتجي فيها تاخرت الرحله بعدين لكن انا معروف بالفلايط كما ما يقولوا. يعني كيف يقولوا اني يعني ما نعرفش نمسك حاجه بيدي. ممكن نفكر بدماغي لكن بيدي ما نعرف ندير شيء. خلينا يعني لكن وصلت طرابلس وكان الامور خلاص، يعني بمجرد ما وصلت طرابلس خلاص. واحنا وصلنا الى فاصل، ناخذ فاصل بعدين نعود لمجموعه اخرى فيها شيء من الاستفزاز، فيها شيء من الغوص في شخصيه حسني بي، وربما المشاهد ايضا سيتعامل معها. خلينا نمر الى فاصل وبعدين نواصل. اهلا بك، اهلا بك. السلام عليكم. السلام، عودنا من جديد إلى المرايا، وكنا قد تحدثنا كثير من الأشياء والتفاصيل أمام المرايا مع ضيفنا حسني بي. نواصل معه في فقرة من أدراج المرايا. نبوك تفتح اللي موجود في هذا الظرف اللي خذناه من الأدرج وتحكي لنا شنو هذا السر. تفضل. الا فتح الاظرف هذا بصراحه ما عادش نطيقها. الا الاظرف، الا الاظرف اللي فيها. بس في فلوس راه وحلت المره الاولى هذه بتكون اكبر منها يعني. بس ربما في عطاء لشركات كبيره. ما حدش يعطيني شيء انا زعما. هاي تفضل شوف القرآن الكريم. شن يعني ليك هذا الظرف؟ شن قصة هذا المصحف؟ هذا المصحف اللي عندي في مكتبي. في مكتبك؟ نعم، فوق مكتبي. نعم. شن قصة؟ بس من جابه؟ جابت المرايا. شن قصة هذا المصحف؟ كم سنة عمره؟ يعني في اعتقادي شيء 200 سنة إذا مش أكثر. 200 سنة إذا مش أكثر. 200 سنة إذا مش أكثر.
وارثة وراثة عن جد 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 قصته كيف كانت؟ عندك فكرة عن الموضوع؟ الأمانة هدية. أيوة. وهدية هدية من انسباتي أهل جوز أهل جوز ابني. أهل زوجة ابنك؟ نعم من بيروت. هم هدولي. ما زلت محتفظ به؟ محتفظ به نعم في مكتبي. مش للبيع؟ لا. تقرأ فيه مرة مرة؟ مرة مرة أقرأ فيه، لكن مش للبيع. أكيد مش للبيع، أصلا الهدية لا تنباع. قريت القرآن وانت صغير زمان؟ قريته كل ما ننحبس نقرأ. بس بس لما ننحبس نقرأ، هذه الحقيقة. ختمت القرآن 4 مرات إن شاء الله في 7 حبسات إن شاء الله. الله يبارك. حفظ ولا يعني ختم فقط يعني؟ قراءة. قراءة. قلت لك الحفظ أنا ما نحفظش. يلا نحفظ 4 آيات اللي نصلي بهن. الذاكرة في الحفظ، في الحروف إلا في الأرقام فقط يعني؟ في الأرقام وفي المنطق. أي شيء له علاقة بالمنطق، وحتى كتاب الله أصلا منطق يعني. لكن ما هوش حفظ بالكلمة وبالصورة وبالآية كيف ما يعني في الآخر بكر هو كتاب الله معاملة، كتاب الله سلوك، كتاب الله عمل. ما هوش حفظ فقط. في ناس واجدة تحفظ القرآن. أنا عندي صديق يهودي كان معي في المدرسة، لما لزوم المدرسة الإيطالية اضطر أنه هو يمشي المدرسة العربية وكان حافظ القرآن. برأيك ليش أغلب رجال الأعمال لا يخافون الله؟ الخوف من الله ما أعتقدش له علاقة بكونك رجل أعمال أو غير رجل أعمال. ليش علاقة؟ والخوف أنا أقصد الفساد المالي. هو حتى أنا الفساد المالي أقصد. أنا الأمانة لا أتفق معك ونقول أني نخاف من الله. أنا ما خافش من الله. هو ما هوش خوف من الله، هو علاقة روحية بين الخالق والمخلوق. فتحنا الدرج الثاني وأيضا طلعنا منا هذه الورقة، شوفها وقول لنا شنو قصتها. اليوم الأدرج لكن اليوم الأدرج ما كنتش عارف إن فيه كتاب الله. اليوم الأدرج خفيف عليك شوية كثيرة يعني. هذا البرافو المكتوب عليه بالعبري ولا شنو قصة البرافو؟ أنت وكيل لشركة البرافو في ليبيا ولمجموعة دول، بعدين دخلت شحنة لليبيا وصارت عليها ضجة كبيرة مكتوب عليها بالعبري وقالوا هذه صناعة إسرائيلية، فتم اتهامك بهذا الموضوع لأنك أنت المحتكر لهذا النوع من المشروب. القصة وما فيها أن أولاً مش أنا الوكيل، أنت برافو ولا راوخ واحدة من شركاتك، الشركة اللي أنا مساهم فيها. لأن الشركات كلها أصلاً مساهم فيها ناس وفيها من الأسرة غالباً، فالشركة مش الشركات اللي أنا مساهم فيها اللي مسمي علينا الراوخ. أيوة. واللي تتصنع حتى في ليبيا وتتصنع في دول أخرى. نعم. تاجر من التجار مشاجب من صربيا، من صربيا. أيوة. برافو بي أصلا مخصص للسوق المحلي الصربي اللي هو نفس السوق الإسرائيلي، وجاب الشحن هذه من صربيا إلى ليبيا. طبعا أي شيء له علاقة في شتيمة وفيه قذف على طول يبدو فيها حسني بي. لا، باعتبارك أنت الأبرز وأنت العلم وأنت النجم، فالنجم دائما محاصر في هذه المسائل وأنت مش تتحمل. مشكلة. وأنت أنا تتحمل متعود. جزء. أنا متعود يعني. كيف صار في هذه الشحنة؟ هل تم رجعها؟ تم إعدامها؟ الأمانة نعرف فقط أن السلطات الليبية يعني أولا الأكيد أن هذه الشحنة لم تمر عن طريق القنوات
الجمركية معناها والتفتيش والرقابة تهريب يعني هبروا تهريب يكون الله أعلم يعني شن داروا بس كيف تسمح أنت يهربوا بضاعة وأنت لك علاقة بهذه الشركة؟ أولا وقبل كل شيء يعني السوق الليبي أصلا ما فيش حاجة اسمها احتكار لأن السوق الليبي مفتوح لأي واحد يقدر يجيب أي بضاعة. لا لا أنا نقصد أنت باعتبارك جزء مساهم في هذه الشركة اللي جابت البضاعة. لا أنت لا نحن مش مساهم لما لناش علاقة بها بك. نحن الشركة اللي هو مكتوب عليه العبرية مناش بيها. مش قلت واحدة من شركاتي اللي مساهم فيها؟ لا 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 نحن واحدة من الشركات اللي مساهم فيها وكيلة راوخ ووكيلة البرافو لكن ما جابتش العلامة هذه اللي فيها. مال من اللي جابها؟ تاجر آخر لكن والله العظيم ما نعرفش من هو. لكن بس تم اتهامكم أنتم يعني؟ طبعا أي شيء كما تقول الأبسط شيء أنك لا بس هم يعرفوا لأنهم يعرفوا أن البرافو أنتم وكيلهم فقط. نعم يعني الناس ما نلومش على الناس لأن هم يعتقدوا أن نحن يعني تو حتى في اليومين اللي فاتوا فيه واحد آخر جاب برافو فيه مادة أصلا ممنوعة في ليبيا وجابه وبدأوا من جديد حسني جايب ضاع بش يسمم الشعب الليبي لما نحن مش جايبينها جايبتها شركة أخرى ف يعني أمانة من هو اللي جايبها مش معروف ما سألتش حتى عليها لأنها ما تستهلش أن الواحد يسألها لكن مكتوب عليها بالعبري وتم محاولة تغطاية الكلام اللي هو بالعبري من قبل اللي هو جايبها حاول أنه هو يبيعها لغاية ما فطنوا به السلطات واحتجزوا أعتقد إذا مش كامل كمية جزء كبير منها. زوجتك لبنانية تونسية؟ نعم. وأخواتك اثنين من الزوجات اثنين من اللبنانيين؟ صحيح. رجال الأعمال؟ صحيح. وأحدهم شريك الحريري. قبل أن نقفوا ونخشوا في هذه التفصيلة خلينا نخش في فقرة التحدي. جاهز للتحدي؟ من أي ناحية تحدي؟ فقرة اسمها تتحدى. نتحدى. طول حياتي تحدي عموما ما هيش جديدة ومش حتكون أول وحدة أول وحدة ولا حتكون آخر وحدة. نبدو في التحدي؟ ما فيش مشكلة تفضل. ما حاصل ضرب 4×5 في 3 4×25 في 3 = 60 60 جميل صح؟ صح فنبدأ نقول لك الكيك ما حاصل ضرب 880×7 880×7 56 600 6700 وشوية ما نعرفش لا ما حاصل ضرب 532×6 ما بيش حتى انت عبر روحي لا الفترة الأخيرة من خلال استعمال الآلة الحاسبة واستعمال الكمبيوتر الدماغ معاش يشتغل على حاجات بسيطة اللي هي حفظ محاولة حفظ الأرقام تحول إلى حاجة أهم منها يعني اليوم ليش أنا نبي نعدي نضيع وقتي في محاسبة بدماغي لما الآلة قدامي يعني الدماغ محدود القدرات ما فيش داعي أنك أنت تحفظ الضرب بالطريقة هذه في هذه الفقرة أنت فشلت في التحدي فشلت لكن نمر على تحدي آخر هل زواجك من سيدة تونسية لبنانية كان تحدي في الليبية؟ لا كان حب حبيتها كانت تشتغل مضيفة طيران مضيفة الطيران كانت تشتغل في مضيفة الطيران حبيتها من خلال ركوبك في الطيارة؟ نعم حبيتها في الطيارة الفوق في الجو؟ لا والله لا ما حبيتهاش في الطيارة كان عندي صديقين كاباتنا واحد منهم اسمه مخترع بيدا وواحد آخر اسمه محمد بسيم هم كانوا على الشط في جليانة في البحر وكان معاهم جوستي على البحر على الشط وكان معاهم ما بعطيل بقت جوزة محمد بسيم وعجبتني هالبنت شو اللي لفتك فيها شو اللي خلاك جمالها جميلة
رقيها، لونها، بشرتها. يا سيدي على الألوان. يا سيدي على الألوان. هذه الحقيقة يعني. معناها أنت عايش حياة حالة غرام من زمان يعني. نعم صحيح. حبيتها وبعد تقريبا. معقولة ما فيش واحدة في بنغازي حبيتها؟ حبيت الكثير، لكن هذه أكثر ما حبيت. أحكي لنا على قصة معها في الطيارة. في الطيارة بعد ما تلاقينا إيه؟ وكان مجرد لقاء هيك عابر على البحر. في الطيارة كنت ماشي لبيروت، وكانت هي ماشية إجازة ومعها أصدقاء، منهم الكابتن والكابتن وآخرين. فقالوا شن حديروا على رأس السنة؟ فقلت لهم أنا ما عندي مندير. قال أوكي خلاص جي نطعو مع بعضنا. مشينا مع بعضنا لمحل كان اسمه فريد الأطرش، وكان فريد الأطرش هو يملكه، وكان هو اللي في بيروت. في بيروت وكانت رأس السنة، وقضينا رأس السنة مع بعضنا. بعدها 3 شهور كنا متجوزين. يا سلام. في 90 يوم كنا متجوزين. شن هديت لها أجمل هدية لها؟ أعتقد أكبر فالطة درتها في حياتي أنها تجوزتني. لا لا لا. أجمل هدية قدمتها لها؟ أجمل هدية قدمتها لها أولادنا. أولادنا. هشام، هبة، وآية. ما شاء الله. وأجمل هدية قدمتها لي أنها تحملتني وصبرت معايا بالرغم من كل المشاكل اللي مرت فيها. شن تهدي لها في عيد ميلادها؟ تو هيك تفضحني لأنه ما هديتها لها شيء. شيء بخيل أنت حتى مع زوجتك؟ حتى لا هي هدت لي ولا أنا هديت لها، بالرغم أن هي عيد ميلادها يوم 13 وأنا يوم 26. ذكرني بقصة الحب في بنغازي معها. لا ما كانش في بنغازي، ما كانش فيه أي إعجاب فقط. ما كانش إعجاب وخلاص. تلاقينا بعدها في 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 الطيارة. كيف تلاقيته في الطيارة؟ بالصدفة، كنا ماشيين على نفس الرحلة إجازة، هي ماشية إجازة مع طاقم اللي هم كابتن مختار، ومعنا كذلك سامي وببطينة كان حتى هو معنا، وكنا شباب، كان جو حلو، كان شاطرة في الطبخ. بنغازي كانت شاطرة في الطبخ؟ ايه هذه فكرتني فيها، لان نتذكر ان اول مره تطبخ كان قررنا نمشوا لجزيره الحمام في طلميثة. ايوه جميله. جزيره الحمام في طلميثة، وطبعا مشينا اصطادوا حمام، وبعدين جينا نحن شباب وهي نبغى نطيبه بالطريقه الليبيه، يعني شايلين معنا قضيتنا ومشين زرده كما يقولوا. فقال لا 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 تقربوا الشيء، أنا اللي نطيب، شو أنتم بتديروا؟ قلنا جايبين اللحم معانا، لحم وطني، والحمام هذا اللي نحن اصطدناه على الجزيرة هذه. قالت خلاص أنا ندير لكم مبك بكاب الحمام. تصور بنغازي مبك بكاب الحمام، ما عمرش حد سمح. فدارت أفضع أمبكبكة، أعتقد كريناها أشنع أمبكبكة كريناها في حياتي. كانت هذه هي خواتك الزوج الاثنين من الزوجات، اثنين من اللبنانية المليارديه، أصحاب يعني رؤوس أموال، يعني حالتهم بخير يعني لله. هل لأنك أنت رجل أعمال فخواتك الزوج رجال لا أعمال؟ لا لا طبعا خواتي لما بعد 69 تم إقفال المدارس الأجنبية في ليبيا، هم كانوا يدرسوا في المدارس الأجنبية في ليبيا، فاضطروا أن هم يمشوا لبنان. لبنان مشوا لبنان ودرسوا في لبنان بالشويفات بالشوف بالشوف، وبعد ما كملوا الدراسة في لبنان مشوا لسويسرا يكملوا في دراستهم الجامعية في سويسرا، وتعرفوا بالشباب هذوما أثناء وجودهم بسويسرا وتجوزوا منهم. أنا أمانة خاصة أختي الكبيرة لما تجوزت من غسان ما كنش عمري قبلتها،
لكن بعد ما تجوزت من غسان بعتي اختي اللي اصغر منها تجوزت ربيع، وطبعا كنا عائله قابلها فكن نعرف ربيع لكن ما كنش نعرف غسان. الزوجه غير الليبيه من خلال اصدقائك على الاقل وسهريك وهدرستك معاهم حول الزوجه الليبيه والمراه الليبيه، هل حسيت انها تختلف عن اللبنانيه التونسيه؟ توها ناهي تبي اكيد اخواتي الليبيات تقول لك طيح سعدة. انا بخلي الليبيات يشمتوا فيك بس يعني هذا اللي صاير تو، يا الله اعلم كم طيح سعدة بين علينا لما نطلع من هنا ننكسر. يعني المقارنه كيف تشوفها؟ يعني في الاخر بكل المراه مراه، يعني مرة. ما هيش ما فيش حاجه اسمها ليبيه ولبنانيه وسوريه هذه ميزتها هذا يعني في الاخر بكل المراه حسب كيف تتعامل انت وياها كيف تتعامل. بس اصحابك مرتاحين مع زوجاتهم الليبيات؟ كيف صدق يعني؟ كيف اصحابك زوجاتهم الليبيات مرتاحين معاهم؟ انا اللي نعرفه ايه مرتاحين يعني كلهم يعني مرتاحين. ما فيش مشاكل بينك وبين زوجتك؟ نشوف ما فيش عائلة المشاكل بتاعت ما فيش اللي تصل مثلا لا قدر الله الى الفراق الى الطلاق، هي اللي تهدد فيها بالفرقة. انا وما نقدر حتى نرفع يعني انت فارق فينا احنا بس يعني لا لا هي اللي تهدد فيها والله العظيم لا عند 4 أيام فاتت فبالتالي لكن يا رب يحفظها ليك الله يخليك تسلم ويحفظك ليها الله يخليك ويحفظك لاولادك واولادك يحفظهم ليك فيك تسلم وتكونوا عائله جميله ومتجانسه الحمد لله. يعني نحمد الله على كل هذا وكيف ما قال لك هشام يعني انا صبور جدا فصبور حتى مع جوزتي ومع السيدات عموما. يلا يا سيدي زي ما اتفقنا في هذه الفقرة مواجهة المرايا مجموعة أسئلة وتجيب عليها لوحدك أنت والمرايا وأنا خلفك في السؤال، أتمنى أن تكون المرايا وأنت في كامل الجرعة. تفضل. أمام المرايا أو في مواجهة المرايا، السؤال الأول، من ظلمت؟ من ظلمت؟ أعتقد أكثر واحد ظلمته نفسي. كان في إمكاني أن أتفادى حاجات كثيرة اللي هم تألمومين منها أهلي وجوزتي وأطفالي، كان في إمكاني أن أتفاداها لكن قساحة الرأس والإصرار على النيل ما واحد حط في تخايله والله في رؤيته تحمل الكثير اللي كان في إمكانه أن يتفاداه. من ظلمك؟ كل ما أصبت من ظلم أعتقد أن بطريقة أو أخرى نستحقه برضو يرجع لي عدم الرضوخ وعدم قبول الشيء وكما يقولوا السباحة ضد التيار، فطبيعتي أني أنا أسبح ضد التيار فمن يظلمني أعتقد أنه عنده حق أنه يظلمني. هل أنت حاقد على حد الآن؟ حاقد؟ لا أعرف الحقد، مهما كان من أداء من كثيرين وأديت الكثير في حياتي إلا أني لا أحقد على أحد والحمد لله. عدم التوافق مثلا في الكيمياء، مثلا واحد ما تقبلهاش في الكيمياء في الدم زي ما يقولوا وكذا، أنت أحيانا تحقد عليه، ما فيش هذا؟ لا الأمانة لا أشعر بأني أحقد على مخلوق خلق الله، هذا عقيدتي. أصلا الحقد هو في الواقع وقت وجهد ممكن الواحد يستعمله لغرض البناء بدلا لغرض التهديم والحقد على الغير.
عمرك تمنيت الموت لأحد؟ لا أنا مش رب بش تمني تمني حتى التمني لا ولا يمكن نتمنى حتى الشر لأحد. أتمنى كل الخير لكل واحد. هل تأخذ حقك بيدك؟ نأخذ حقي بيدي لكن من خلال القانون ومن خلال الملاحقة ومن خلال عدم التنازل على الحق، وهذا يحصل كثيرا في حياتنا، وهذا كذلك ما ندعي به لكل الشركات، عدم التنازل على الحقوق ولكن من خلال القانون ومن خلال القضاء أو من خلال الصلح المجتمعي. هل لديك حراسات؟ لا لم أخذ بحياتي حارس خاص ولم يكن لي في حياتي سائق خاص. كم نسبة العاملين الليبيين إلى جانب العاملين العرب والأجانب في شركتك؟ 98% منهم ليبيين. لماذا أو لمن تشتاق؟ لمن تشتاق؟ لمن أشتاق؟ أشتاق للوقت الجميل اللي كان بإمكاني نكون مع أولادي ولن أتمكن نكون معهم، هذا أكثر وقت مشتاق. من تطلب السماح؟ نطلب السماح من كل من يعتقد أني أنا كنت سبب في مضرة له، لأني لم أقصد ذلك بل أقصد العكس، أقصد أن يكون مساعد بدل من ضار لمصالحه. لماذا أنت سعيد؟ أنا سعيد لأن قنوع، أتقبل الغير، أتقبل المختلف، لا أحمل أي نوع من الغضينة أو من الحقد على أي مخلوق على أي بني آدم. سعيد لأني نحقق في اعتقادي فيما أطمح. هل أنت نادم على شيء؟ لا الأمانة، لأن لا ينفع الندم. لم أندم بحياتي عن شيء حصل سواء كان إيجابي أو كان سلبي، إلا إذا كان سبب أي ضرر لغيري، بالرغم أن كان هدفي عدم تسبيب أي ضرر. ونحن أيضا في المرايا لم نندم على استضافتك، وكنت ضيف جميل عزيز معنا، لك التحية ولك التقدير والشكر. شكرا لك أستاذ حسني بي. شكرا لك. شكرا لك. بارك الله فيك. شكرا لك. شكرا لك. إن شاء الله انبسطتوا. إن شاء الله انبسطتوا. كنت سعيد في البرنامج؟ الحمد لله كل السعادة. لم تستفزك الأسئلة؟ لا ما أعتقدش. لا ما أعتقدش. كنت بشكل آخر في خلافة للبرامج الأخرى اللي خرجت فيها؟ لا دائما أنا طبيعي ونتكلم بتلقائية ونفضل الأسئلة اللي هي غير مبرمجة وتطلع من القلب، يعني كما يقولوا من القلب. لك كل تحية وكل حب وكل تقدير من فريق البرنامج، من فريق الإنتاج، من قناة السلام. نتمنى لك إن شاء الله حياة طيبة مع أولادك، مع زوجتك، مع ناسك، مع شركاتك. يا سيدي شو بنقول، يعني كنت جميل وكنت ورد، والورد يستاهل الورد. تسلم. شكرا. باقة ورد ليك من فريق مرايا، فريق إنتاج مرايا، وهذه دليل على الحب والتقدير والاحترام. شكرا لك وشكرا لكم. هيك نكونوا وصلنا لنهاية الحلقة مع ضيفنا الأستاذ حسني بي. نتمنى نحن أن نكون قد قدمنا شيء يليق بذوقكم، يليق بما كنتوا تتمنوا أنكم تشوفوه في هذا البرنامج. أكيد حنلتقي في الحلقة القادمة مع ضيف جديد وفقرات أخرى في المراية. باي باي. شكرا.